بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في الدرس 13 من كورس VMware View 5.1. النهاردة درسنا بعنوان Persona Profile. درسنا ده يعتبر تالت درس في موضوع لينكد كلون. قلنا إن البول من لينكد كلون هيكون لها 3 دروس، وده التالت درس خاص بيها. الـ3 دروس مع بعض بيطلعوا لي أهم فيتشر موجودة جوه الـ VMware View، وأهم أسلوب أي شركة بتستخدمه عندها إن هي بتعمل لينكد كلون وبتعمل بيرسونا بروفايل وبتقدر تعمل مانج ليهم عن طريق المينتيننس بول اللي شفناها في الدرس السابق، عن طريق الريفريش والريبالانس وريكومبوز. الدرس بتاعنا يمكن اسمه غريب شوية عندنا، موضوع البيرسونا بروفايل، لكن لما هنتعرف عليها هنلاقي ان احنا بنستخدمه عندنا، لكن كان بأسلوب تاني بالتكنيك بتاع مايكروسوفت مش التكنيك بتاع VMware. البيرسونا بروفايل هو حاجة شبيهة برومنج بروفايل. يمكن اللي شغال اوريدي في عالم الانفايرمنت الخاصة بمايكروسوفت وشغال دومين مايكروسوفت والأجهزة جور معاه وبيحاول يعمل باك اب من البروفايل الخاص باليوزر على سيرفر خارجي أو اكسترنال ستورج، بيستخدم حاجة اسمها رومنج بروفايل. شركة فيم وير عاملة حاجة شبيهة رومنج بروفايل، لكنها خاصة بالفيرتشوال ماشين بتاعة الفي دي اي. هي ايه فكرة الرومنج بروفايل أو فكرة البرسونا بروفايل؟ الاثنين فكرتهم قريبة جدا من بعض، الاختلافات بينهم حاجات بسيطة. الفكرة الأساسية في الاثنين إن أنا دلوقتي عندي فيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين سواء معمولة فول أو لينكد، كل يوزرز بيأكسس الفيرتشوال ماشين ديت بيبقى ليه داتا عليها، اللي هي البروفايل بتاعه اللي موجود في اليوزرز. لو ويندوز 7 اللي هو فيه الميل بتاعه، فيه الدوكمنت فايل، وفي السيتنجز الخاصة بيه. طيب هو موجود عندنا اوريدي جوه الفيرتشوال ماشين، والفيرتشوال ماشين دي موجودة فين؟ موجودة داخل الاي اس اكس سيرفر عندي. شفنا في الدرس اللي فات ان الداتا بتاعتنا منفصلة عن الويندوز ومحطوطة في بارتيشن تاني اللي هو البرسيستنت ديسك وهكذا، لكن مع ذلك ان انا بخاف او ان احنا هنعمل احتمال ان لو حصل فيلير في الاي اس اكس سيرفر ده، السيرفر نفسه الاي اس اكس سيرفر اللي عامل هوست لكل الفيرتشوال ماشين دي، هيحصل ايه؟ طبعا كل الداتا او الفيرتشوال ماشين الموجوده هنا هيحصل لها فيلير عندي، الا اذا كان طبعا عامل سيرفر تاني وعامل كلاسترنج هاي افيلابيلتي والداتا ديت موجوده على سان ستورج خارجيه، فالماشين دي بتتنقل على سيرفر تاني. طبعا ده على حسب امكانيات تعمل سيرفر باك اب تاني بره. لكن انا هنا بتكلم في موضوع ابسط من كده بكتير. بتكلم هنا ان انا الداتا اللي موجوده الخاصه باليوزر اللي هي تحديدا البروفايل بتاعه، اللي هي تحديدا لو احنا شغالين بيرسونا بروفايل شغالين باللينكد كلون هتكون موجوده في البرسيستنت ديسك تحديدا. لكن انا مش هحصر البرسونا بروفايل على لينكد كلون، لان البرسونا بروفايل ممكن تشتغل يا جماعه مع اكتر من تكنيك، مع اكتر من نظام بول احنا شفناه قبل كده. بشكل على سبيل المثال ممكن يشتغل مع الاوتوماتيك بول او الفيزيكال بول عندنا. فالماشين اللي عندي دي تحتوي الداتا بتاع اليوزر. طيب الداتا دي لانها مهمه جدا عندي، اهم حاجه جوه الفيرشوال ماشين، لان بيت الفيرشوال ماشين ويندوز او ملفات تيمب او ورق كلها ممكن ترجع تاني، ننزل ويندوز وارجع كل حاجه، لكن طبعا الداتا لو ضاعت ما اقدرش ارجعها تاني. فعشان كده انا هعمل ايه؟ هجيب سيرفر خارجي، سيرفر عادي خالص او ستورج، اي ستورج من اي نوع سواء سان ناس او غيرها، يعني سيرفر شغال ويندوز عادي خالص. السيرفر ده في ستورج او ستورج مباشرة عندي كده لو في عندي ستورج خارجية. هعمل ايه؟ هعمل موضوع الرومنج بتاعي او البرسونا هنا، ان هو عبارة عن ايه؟ عبارة ان اليوزر لما يعمل لوجن على الماشين ديت اللي هي الفيرتشوال ماشين بتاعته، لما يعمل لوجن ايه اللي يحصل؟ نسخة من الداتا بتاعته اللي هي اليوزر بروفايل، مش كل نسخة الويندوز طبعا الفيرتشوال ماشين، لكن انما بس البروفايل بتاعه هيتنقل فين يا جماعة عندي؟ هيتنقل خارجي في الاستورج الخارجية اللي احنا هنحددها له. الاستورج دي ممكن تكون اي نوع من انواع الاستورج الافيلابل عندي، سواء استورج لوكال في سيرفر تاني او استورج
في ديفايس ستورج سان او ناس. هستفاد ايه من الموضوع ده؟ هستفاد دلوقتي لو حصل اي فيلير في السيرفر ده هقدر ارجع ويندوز تاني او اعمل في دي اي جديده عندي، واعمل اليوزر ده اول ما يعمل لوجن هنا ايه اللي يحصل؟ هياخد النسخه اللي متبقبه عنده بره ديت هيرجعها تاني عنده. نسختي يا جماعه نسخه البروفايل فقط لا غير. يبقى دلوقتي حافظت على الداتا بتاعته بره. ده مثال حصل مشكله في الفيلير في السيرفر. مثال تاني، لو اليوزر ده مثلا اسمه يوزر 1، اليوزر ده دلوقتي كان بيشتغل على السيرفر ده في الماشين دي. اليوزر ده دلوقتي عملنا بول تانية في دي اي سيرفر تاني. اليوزر 1 ده يا جماعة برضك بيحاول ياكسس على فيرتشوال ماشين خاصة بيه في بول تانية خالص من نوع تاني. طيب هو ليه داتا هنا موجود على السيرفر ده؟ هو دلوقتي راح اتنقل على سيرفر تاني في بول تانية لكن معانا في الدومين. طيب هل الداتا بتاعته هنا اللي عاوزها اللي موجودة في سيرفر واحد عاوز ياخدها عشان يحطها في السيرفر التاني او الفيرتشوال ماشين الموجودة في البول التانية دي؟ لو احنا بالشكل العادي كنت هتحتاج تعمل بقى كوبي من الداتا اللي هنا في البروفايل بتاعه الجديد، لكن لو انا عامل رومنج بروفايل او بيرسونا بروفايل الداتا يحصل ايه؟ هيروح ياخد نسخة من الداتا الموجودة على السيرفر يعمل لها كوبي عنده في الماشين الجديدة بتاعته. ودي بتبقى مهمة جدا في اليوزر اللي شغال فلوتنج. الفلوتنج احنا عارفين الفلوتنج اليوزر ده ملوش ماشين أساسية، يعني اليوزر ده مثلا ممكن يشتغل على الماشين دي النهاردة، ممكن يشتغل على الماشين دي بكرة، ممكن يشتغل على الماشين ده بعده. طيب هل هو الداتا بتاعته هتتنيها هياخدها كوبي من ماشين لماشين كل ما اشتغل عليها؟ لا طبعا. أنا لما أعمل موضوع البرسونا هو بالفعل بيدخل على أي ماشين الداتا بتاعته بتيجي من السيرفر تتنقل عنده ويشتغل عليها وهكذا. فهو مش مرتبط بماشين والداتا بتاعته بيتنقل له بشكل بسيط جدا عن طريق البرسونا بروفايل. طيب بيرسونال بروفايل هي نفس فكره رومنج بروفايل عندي داخل تكنولوجيا مايكروسوفت، لكن الاختلاف هنا في كام نقطه يا جماعه. طبعا اي حد هيكلمك على رومنج بروفايل، الرومنج بروفايل ليه بعض المشاكل. ايه هي المشاكل الخاصه برومنج بروفايل؟ طبعا الناس اللي شغاله في المجال ده او طبقته عارفين مشاكله جيد جدا. من ناحيتين، رومنج بروفايل بيحصل امتى؟ هو عبارة عن فولدر بكريته على سيرفر وبعمل باص خاص باليوزر في البروفايل بتاعه ان الداتا بتاعتك وانت بتعمل لوجن هتتنقل على السيرفر ده. طيب الداتا بتتنقل امتى على السيرفر؟ في حالة اللوجن، يعني اليوزر لما يعمل لوجن اول ما يدخل على الماشين بتاعته بيتنقل نسخة من الداتا بتاعته على السيرفر عندنا، ولما يعمل لوج اوف بره بيحصل عملية سينك للداتا اللي انت عدلتها بتتنقل على عملية على السيرفر عندك. المشكلة دي يا جماعة بتعمل مشكلة في حتة الوقت، في حتة السينك في اللوج اوف واللوج اون اللي بتحصل بين جهاز اليوزر وبين السيرفر او الاستورج الخارجية بتبقى طويلة. فعلى سبيل المثال لو اليوزر عنده 2 3 4 جيجا فايلز او بي اس تي او غيره بياخد وقت طويل في عملية السينك. فاليوزر هنا ممكن تقعد 10 دقايق وربع ساعة على حسب سرعة الميديا اللي عندك الموجودة في الاستورج واللود اللي عليها وسرعة الكونكشن بينك وبين الاستورج الخارجية، بياخد وقت طويل في عملية السينك عندي. فكل ما اليوزر يعمل لوجن كل ما اليوزر بيعمل لوج اوف بياخد وقت طويل عندي في العملية دي. ولو حصل دروب في الكونكشن بين الاتنين في عملية السينك بيحصل كوربتد في الداتا اللي بتتنقل في اللحظة دي عندك. فعشان كده موضوع البروفايل ما هوش منتشر قوي عند مايكروسوفت او مش كتير ناس بتستخدمه، لكنه هو مهم. لكن ليه؟ لان هو بيتعامل بشكل ناجح او بيشتغل بشكل كويس لما يكون اليوزر حجم الداتا عنده بسيط. لكن لو احنا عندنا شركة والشركة دي فيها يوزرز واليوزر ده عندهم داتا كبيرة بيبقى موضوع الرومنج صعب جدا تطبيقه، لانه بيأخر عملية السينك بشكل كبير جدا بينه وبين السيرفر، وبيأخر لنا العملية اللوجن الخاصة باليوزر، فبيعطل لنا وقت الشغل بشكل كبير جدا عندي. البرسونال بروفايل هنا شاف الأخطاء اللي بيقع فيها تكنولوجيا مايكروسوفت وعمل عمل شوية بعض التعديلات عندنا. عمل الحل السحري لمشكلة مايكروسوفت. احنا قلنا مايكروسوفت مشكلتها ايه؟ في عملية السينك، ان هي اليوزر بينقل الداتا بين السيرفر وبين الكلاينت، يعني بين الجهاز وبين السيرفر، بين الداتا هنا في عملية اللوج اوف واللوج اون. طيب بياخد وقت طويل في العمليتين دولت. بيرسونا بروفايل غير التكنيك ده، غيره في ايه؟ الداتا هتنقل من الجهاز اليوزر او من الفيرتشوال ماشين تحديدا الى
السيرفر. لكن عملية النقل ده هتتم امتى يا جماعة؟ هتتم بشكل كل فترة احنا هنحددها. يعني اليوزر هيعمل لوجن عادي خالص، مش هينقل اي داتا، هيشتغل من النسخة اللوكال عنده جوه الفيرتشوال ماشين. بعد وقت معين 10 دقايق مثلا او 5 دقايق، هو بيدي فرصة 10 دقايق، الداتا الموجودة في اللي عند اليوزر هتتنقل عند السيرفر، هيعمل عملية سنكرونيزيشن او بتسمى البري ابلود، بينقل الداتا اللي عنده على السيرفر. طيب اليوزر ده غير يعني كمان ساعة، هو فتح السيشن بتاعته او فتح السيرفر الماشين بتاعته وعدل بعض الاشياء الجديدة. كل برك وقت احنا عاملينه كل 10 دقايق باي ديفولت بيروح ياخد التعديلات اللي حصلت عندنا جوه الفيرتشوال ماشين جوه البروفايل بتاعه تحديدا وينقلها عند السيرفر عندي. يبقى هو كده عملية السينك اللي بتحصل بين الكلاينت وبين السيرفر مش معتمدة على اللوج اوف واللوج اون، انما هي بتشتغل بشكل دوري، بحدده انا كل فترة معينة اي داتا انت بتعمل لها تغيير بتتنقل على السيرفر عندي. فعشان كده لما اعمل لوج اوف او لوج اون دلوقتي مفيش اي مشكلة عندي في عملية السنكرونيزيشن او التأخير في عملية السنكرونيزيشن، لانه بالفعل ما بيعملش اي عملية سنكرونيزيشن، هو بيعمل لوج اوف ولوج اون. حتى لو في اي داتا ابديت موجودة على السيرفر وهيعمل لها سينك وهو بيعمل لوج اوف لوج اون، انا عندي الاوبشن ان انا احددها مين اللي هيتنقل، مين اللي هيكون لي اولوية في عملية النقل سواء لوجن او لوج اوف، واقدر اشوف حتى كمية الداتا اللي بتتنقل قدامي وفاضل فيها قد ايه وهتاخد وقت قد ايه في عملية اللوجن عندي. كل الكلام ده اقدر اعمله عن طريق بوليسي من جوه الجروب بوليسي، من شركة فيم وير بتضيفها عندنا جوه الجروب بوليسي بتاعتي عشان اطبق البوليسي دي. يعني دلوقتي شركة فيم وير بتصلح اخطاء مايكروسوفت في الرومنج بروفايل، وعاملة لنا نظام جديد من الرومنج بروفايل سريع جدا واداء عالي جدا، وكل طول ما اليوزر شغال الداتا بتتنقل باي ديفولت كل فتره معينه على السيرفر، فمش هيحصل عمليه بطء في اللوج اوف او في اللوج اون عندي. طيب هنشوف ازاي كمان شويه نقدر نظبط موضوع البرومنج بروفايل او البرسونا بروفايل. في موضوع تاني لكن مش هنركز عليه قوي، مش مهم، هو بسيط جدا عندنا، موضوع الريدايركت فولدر. طبعا عارفين الريدايركت فولدر يا جماعه تكنولوجيا برك خاصه بمايكروسوفت، وهي نفسها اللي بتطبق جوه البرسونا بروفايل، اللي هي حاجه اسمها ريدايركت. ريدايركت عارفين كلها ان هي عباره عن ان انا هعمل ريدايركت البروفايل الخاص باليوزر، يعني جوه يعني الماي دوكيمنت او ديسكتوب او الماي فوتو او البيكتشر او الميديا او الميوزك، اي حاجه جوه البروفايل ممكن اعمل لها ريدايركت على السيرفر عندي. الريدايركت بيختلف عن البرسونا ان الريدايركت اي فايل انا بحطه على جهاز هو بالفعل بيتحط مباشره على السيرفر، يعني الباص بتاع الماي دوكمنت هو في الاخر الباص بتاع الشير على اسم البروفايل بتاعي على اسم الماي دوكمنت على سبيل المثال. فاي داتا بتاعتي انا بحطها على جهازي هي بالفعل بتتحط على السيرفر كاني بفتحها اكسس شير، يعني انا لو فصلت الجهاز بتاعي مش هلاقي اي داتا على لوكال على الماشين بتاعتي، لو فصلته طبعا عن النتورك مش هلاقي اي داتا. ليه؟ لانه بيأكسس كل الداتا بتاعتي عن طريق شير باص موجود على الاستورج الخارجيه عن طريق الريدايركت فولدر. هنا مفيش اي اختلاف بيننا وبين شركه في ام وير شركه مايكروسوفت في عمليه الريدايركت، الا ان هو فيها ديتيلز شويه من ناحيه ان هو مقسم عمليه الريدايركت مش بس على مستوى اليوزر او على مستوى الماي دوكمنت، انما هو مفصلها تفصيل كتير جدا ان انت ممكن تعمل ريدايركت لكل جزء جوه البروفايل بتاعك. لكن انا ممكن استغنى عن الريدايركت اللي موجوده في البوليس بتاع في ام وير واستخدم الريدايركت بتاع مايكروسوفت مباشره، وهيقدم لي يعني في وجهه نظري هيقدم لي نفس الكونسبت عندي. هنا شركه في ام وير ما قدمتش حاجه جديده عن مايكروسوفت في النقطه دي. لكن طبعا بالنسبه للبرسونال بروفايل لا، قدمت اختلاف ضخم جدا عندنا. فعشان كده احنا هنركز على موضوع البرسونال بروفايل، اما موضوع الريدايركت بروفايل ده اي حد ممكن يذاكره من الجزء الخاص بشركه مايكروسوفت، هو بسيط جدا ما فيهوش اي اوبشنز صعبه عندنا. طيب عشان نعمل موضوع البرسونا بروفايل عندنا لازم نظبط بعض الحاجات. اول حاجه البرسونا بروفايل عشان اطبقها، يعني هنا احنا دي كل شغلنا ما كنا بنشتغل، كنا اي حاجه بنعملها منين؟ من الكونكشن سيرفر، من الفيو ادمنستريشن كونسول.
كارت بول، اعمل اديت البول، كل حاجه بنستخدمناها، حتى لسه قدام بقيه الكورس هنستخدم نفس كل الاوبشنز بتاعتنا من هنا. لكن الجزء يعتبر الجزء اجزاء البسيطه اللي احنا نعملها، نعملها كونفيجر من خارج الويب ادمنستريشن الخاص بالفيو كونكشن سيرفر، هي موضوع الاعداد الخاص بالبرسونا بروفايل. ليه؟ لان البرسونا بروفايل يا جماعه بتتم من خلال الدومين بتاعنا. يعني لو ما عنديش دومين او الاجهزه الورك جروب، انسى ان في حاجه اسمها برسونا بروفايل عندنا. فعشان كده لازم يكون عندنا دومين، جوه الدومين ده طبعا جروب بوليسي، من داخل الجروب بوليسي ديت هروح اعمل اضافه ل اديشنال بوليسي عندنا. يعني باي ديفولت طبعا ما فيش بوليسي خاصه بالبرسونا بروفايل جوه الجروب بوليسي، او في حاجه اسمها رومنج بروفايل، لكن ده مش اللي انا اقصدها هنا. انا اقصد حاجه اسمها برسونا بروفايل. البرسونا بروفايل ده عباره عن بوليسي بنجيبها من شركه في ام وير، سواء من السايت او من السيت اب الخاص بالفيو كونكشن سيرفر عندي، باخدها وبضيفها داخل الاكتف دايركتوري بتاع او تحديدا الجروب بوليسي بتاعتي. لما بضيف التولز ديت او الادمن باك ديت، بيضيف لي بعض الجروب بوليسي عندي جديده داخل الجروب بوليسي بتاعتي. استخدم الجروب بوليسي ديت عشان اقدر اعمل كونفيجر للجروب البرسونا بروفايل عندي. فاول حاجه هنضيف التولز الجديده بتاعت شركه في ام وير عشان تضيف لي البوليس الخاصه بالبرسونا بروفايل داخل الجروب بوليس بتاعي جوه الدومين. النقطه الثانيه ان انا دلوقتي احنا اتفقنا ان هو اليوزر ده البروفايل بتاعه اللي داخل فيرتشوال ماشين هيتنقل على ستورج خارجيه. الاستورج ديت سواء ويندوز سيرفر او لينكس او ستورج ميديا ديفايس خارجيه زي السان او الناس او غيرها، اي ستورج بصفه عامه اليوزر يقدر ياكسسها عن طريق الشير بروتوكول عندي. طيب الاستورج ديت لازم اجهزها، راح اجهزها ازاي دلوقتي؟ يعني تروح دلوقتي عند اي سيرفر عندك او ستورج خارجيه عندك. على سبيل المثال انا قمت مريح من كارت فولدر اسمه بروفايل. الفولدر ده طبعا لازم تروح تعمل له شير. هعمل له شير عندي لمين؟ اعمل له شير يا جماعه لمثلا الناس الدومين يوزر او لناس معينين ان هم يقدروا يأكسسوه. وتشوف البرميشن هدول فول كنترول طبعا. هنا طبعا برميشن مهمة جدا، انت ممكن تظبطها لعيوب معينة او ناس معينة، طبعا مش افري وان زي ما انا عامل كده. ليه؟ عشان هنا موضوع ان هو بيتحفز فيه البروفايل بتاع اليوزر، فعشان محدش يقدر يشوف الداتا بتاع اليوزر ديت. هنا بره نقول مثلا على سبيل المثال الدومين يوزر، اي حاجة جوه في الدومين، اي حد في الدومين عندي يقدر يأكسس الفولدر ده. ولازم تديله يا جماعة هنا فول كنترول. ليه فول كنترول؟ لان اليوزر ده اللي بيقدر يأكسس البروفايل ده او الفولدر اسمه بروفايل، احنا مسمينه بالاسم ده. طبعا انت ممكن تسميه باي اسم تاني لكن عاملها لعمليه التسهيل. ان اليوزر ده لازم يبقى ليه القدره ان هو يروح يكريت داتا او يكريت فولدر جواه اللي هو الخاص بالبروفايل بتاعه، يعني هو فاضل دلوقتي. لكن طبعا لما نطبق البوليسي، البوليسي ديت هيروح اليوزر يكريت فولدر باسمه هنا. فطبعا لازم ليه يكون فول كنترول عشان يقدر يعمل ادنج اديت او ديليت او اديت لاي فايلات جوه البروفايل بتاعه، فلازم اديله فول كنترول. لاحظوا ايه الفولدر حاليا فاضي، وطبعا لازم تتاكد ان اليوزر من المكنه بتاعته بيقدر يأكسس الفولدر ده لو في اي مشكله في موضوع الشير عندك، لو في مشكله في غير او اول او غير. طيب اول نقطه دلوقتي عملتها كريت فولدر شير على اي سيرفر عندي. تاني نقطه عندي هروح اعمل لوجن على الدومين. ده الدومين بتاعنا لو فاكرينه، اللي هو الاي بي بتاعه كان 220 اللي اسمه دومين. هروح افتح دلوقتي اشوف الاكتيف دايركتري كده بتاعي. احنا كنا مقسمينها ايوز، كنت عامل ايوز خاصه بالكمبيوتر ويو خاصه باليوزرز ويو خاصه بانواع الكمبيوترات سواء فول او لينكد او كويس كمود او غيرها. انا كنت عامل اهوت ايو اسمها في دي اي، كنت عامل ايو تحتها عشان تسهيل لعمليه الاداره اللي اسمها لينكد كلون. فاهمين فيها اتنين ماشين موجودين في البول عندي، لو فاكرين انا عامل بول اسمها لينكد. هنا فيها اتنين ماشين اللي قدامنا دلوقتي، ده عشان بس بوضح لكم النقطة ديت. عندنا اليو وعندنا اتنين ماشين عندي. طيب عاوزين نضيف دلوقتي البوليسي عندي، هروح افتح الجروب بوليسي مانجمنت. احنا عاوزين نكاري البوليسي دلوقتي على مستوى الفي دي اي ده او على مستوى اليو اللي هي خاصة باللينكد، مش هتفرق معايا. هاجي هنا وتقول له
كاري جروب بولس جديدة ونسميها مثلا بروفايل، طبعا أي اسم هنا مش هتفرق، هنسميها هنا الاسم ده اوريدي موجود، سميها بيرسونا بروفايل. لو فتحنا كده اديت للبيرسونا بروفايل او البوليسي ديت، ما اجي افتح بوليسي ادمنستريف تمبلت، لو دورت هنا حاجه اسمها متعلقه بالبيرسونا بروفايل مش هلاقيها. هنا يا جماعه البوليسي ديت بنضيفها بشكل خارجي، لو الناس طبعا اللي بتتعامل مع جروب بوليسي ممكن ينزل ملف اي دي ام، اي دي ام ده عباره عن اكسترنال بوليسي، شركه مايكروسوفت او اي شركه بصفه عامه بتنزلها لبرامج الخاصه بيها، حاجات اضافيه من بره تنضاف جوه جروب بوليسي، فبيضيف هنا بوليسي جديد عندي. طيب منين اجيب بقى البوليسي الخاصه بالموضوع البيرسونا بروفايل؟ شركه فيم وير عامله لنا يقارب 5 تمبلت بوليسي خاصه بموضوع الفي دي اي بصفه عامه، موجودين فين؟ موجودين جوه السيرفر الخاص بالفيو كونكشن، اللي هو لو فاكرين الاي بي بتاعه 210 على سي، داخل بروجرام فايل، داخل فيم وير، داخل فيم وير فيو سيرفر كسترا جروب بوليسي فايل. ممكن طبعا تاخد الفولدر ده كوبي كده وتحطه عندك جوه الدومين عشان تقدر تضيف منه مباشره عندنا، او انا ممكن احدد على طول. هتلاقي شركه فيم وير عامله لنا دلوقتي 6 اي دي ام، اي دي ام ده الاكستنشن الخاص بالاكسترنال بوليسي ايا كان نوعها. البوليسي دي ان شاء الله هنتعرض عليها بالتفصيل، لكن احنا يهمنا دلوقتي بوليسي وحيده اللي هي الفيو بي ام، اللي هي البرشونه بروفايل عندنا، ده التمبلت الخاصه بالبوليسي الخاصه بالبرشونه بروفايل. لكن في طبعا تمبلت تانية خاصه بالايجنت وخاصه بالكلاينت وخاصه السيرفر وخاصة بالفويس اوفر اي بي وخاصة باليو او اس بي والكلام ده كله، ده هناخدها في الجزء الخاص بالسكيورتي بتاع الفيم وير فيو عندي. فدلوقتي بس هضيف الفيو بيرسونا بروفايل واعمل اوكي. لاحظ اول ما اضيفها انضاف لي حاجة اسمها كلاسيك ادمنستريتور تمبلت، ديت اول ما اضيفه هيكريتها لي كده، وهيكريت لي حاجة اسمها ايه، فيم وير فيو ايجنت كونفيجريشن، لان انا ضفت البولس دي بس تحتها البيرسونا مانجمنت. ومن هنا يا جماعه اقدر دلوقتي اكريت بيرسونا بروفايل من البوليسي اللي موجوده عندنا. هلاقي متقسمه 4 حاجات، من هنا اقدر اعمل بيرسونا بروفايل، من هنا اقدر اعمل الفولدر ريدايركشنز، نشوف تقسيمته هنا هنشوفها دلوقتي. هنا اقدر اتعامل مع الديسكتوب الاوبشنز اللي بتظهر عندي في الباك جراوند او بتظهر عندي في الديسكتوب الخاص باليوزرز اللي بيستخدموا بيرسونا بروفايل، وده اللوجينج الاوبشنز الخاص بموضوع اللوجز فايل. نرجع للجزء اللي يهمنا، اللي احنا دلوقتي عاوزين نعمل انيبل لخاصيه الرومنج بروفايل، ونحدد فيها الباص الخاص بالبروفايل الخاص باليوزرز اللي هيرمي فيه البروفايل الخاص باليوزر، ونظبط فيه الوقت اللي هيعمل كل قد ايه سينك والكلام ده كله. نشوف دلوقتي اول اوبشن كده، في عند اول حاجه هل هتعمل مانج اليوزر بروفايل، او معنى صح تعمل انيبل للبرسونا بروفايل ولا لا؟ طبعا هنعمل دبل كليك عليها وهنعمل انيبل. طيب برسونا بروفايل اتفقنا ان هي بتشتغل ازاي، التكنيك بتاعها ان هو الداتا بتتنقل بين الماشين بتاع اليوزرز وبين السيرفر، كل فتره معينه بيحصل عمليه الابديت اللي هي الابلود عندي. فدلوقتي لما اعمل انيبل بيسالني طب هو انت عملت انيبل للبروفايل كل قد ايه هينقل الداتا بين الماشينز اللي هي الفيرشوال وبين السيرفر؟ اقدر هنا احدد يا جماعه الوقت اللي انا استخدمه، ولكن على سبيل المثال انا هعملها هنا لمده دقيقه واحده، دقيقه واحده ليه؟ عشان الابديت يبقى سريع ونلاحظه واحنا بنشتغل دلوقتي. طبعا هو في الحاله العمليه اوعى تعمل دقيقه، لان دقيقه دي هعمل ترافيك ضخم جدا في النتورك عندك. في الحاله العمليه ممكن تعملها 2 و3 و4 مش هتفرق معاك، لان كل فتره بيعمل ابديت يبقى ابسط، لان احنا عندنا عدد كبير من النتورك الناس اللي شغاله في النتورك عندي. فانا هعملها مثلا على سبيل المثال دقيقتين، كل دقيقتين هيروح يعمل ابديت للبروفايلز مع السيرفر واعمل اوكي. طيب السؤال طبعا الافتراضي، طب انت هترمي دلوقتي فين الباص بتاع السيرفر عندنا؟ الباص بتاعنا يا جماعه اللي هو فين؟ لو موجود انا عملت فولدر اسمه بروفايل، موجود فين؟ موجود على الفي سنتر بتاعي، واسمه اسمه في سنتر دوت في ام مان دوت مي على بروفايل
طبعا لو احنا قلنا الباص كده، طبعا لازم نتاكد ان اليوزرز باكسسه، وممكن نفتح الباص ده من جوه الاجهزه عشان نعرف هل هو بيقدروا يفتحوه ولا لا، لهم بيرميشنز. لكن احنا لو سيبنا الباص بالشكل ده، معنى كده اليوزر هيروح يحط الداتا بتاعته مباشره جوه البروفايل ديت من غير ما يقسمها، كل يوزر يكون ليه فولدر خاص بيه. فعشان نعمل كل اليوزر يبقى ليه فولدر خاص بيه جوه البروفايل، مش يبقى كل الداتا بتاعتهم مجمعه ملخبطه ببعضها، فنعمل هنا حاجه اسمها بيرسنت يوزر نيم. الاوبشن ده هيعمل ايه؟ هياخد اسم اليوزر اللي بيعمل بلوجن، يعني هو يوزر 1 او يوزر 2 او غيره، هيكريت فولدر باسم نفس اليوزر، لو هو يوزر 1 هيكريت فولدر اسمه يوزر 1 داخل بروفايل، ويكون الفولدر ده هو اللي اتحط في الداتا بتاعنا. طبعا الناس اللي بتستخدم رومنج بروفايل بيستخدموا دايما الاوبشن ده عندنا. هنا في عندنا اوبشن، هل انت لو الناس ديت اللي هنطبق عليهم دلوقتي البيرسونال بروفايل، لو هم عندهم رومنج بروفايل، هل انت هتعمل اوفر رايت للباص ده عندنا او لا؟ نعمل طبعا، مش هتفرق معايا لان انا مش عامل رومنج بروفايل. هعمل هنا اوكي. في عند بعض الاوبشن تانية، على سبيل المثال موضوع الريموف لوكال بيرسونا لوج اوف. احنا طبعا عارفين ان اليوزرز عندنا، لو في اي يوزر عندنا في حاجة اسمها لوكال سيتنجز. اللوكال سيتنجز او اللوكال ديت عبارة عن فولدر بيكون فيه بيستخدموا الابلكيشن اللي بتسطب عندنا، وبتحوص فيها الابديت، وبتحوص فيها اي سيتنجز خاصه بالابلكيشن ديت، التمبلت الخاصه بالابلكيشنز وهكذا. احنا عندنا هنا اوبشنز، ان هو لو ان انا عاوز اعمل ريموف لللوكال سيتنجز ديت كل ما الماشين يحصل لها لوج اوف. ديت ليه؟ ان هي اوبشن عباره عن تمب، فالملف التمب ما يهمناش قوي عندي، فكل ما اليوزر يعمل لوج اوف يحصل ريموف للفايلات دي. طبعا مش ريكومندد عندنا ان نعمل الاوبشن ده. في عندنا اوبشن تاني، في حاجه اسمها روم لوكال. لو احنا برضك لو رحت كده فتحت يوزرز ادمنستريتور على سبيل المثال، لو كنا هنا يا جماعه شفنا كده عند اي يوزر بصفه عامه، سواء كنت ويندوز 7 او فيستا او 2008، لما تفتح الاكونت البروفايل بتاعك وفتحت على سبيل المثال ابلكيشن داتا، فهتلاقي عندك حاجه اسمها لوكال اتكلمنا عليها من شويه، اللي انت هتمسحها او تسيبها موجوده عندك على طول. في حاجه اسمها رومنج، الفولدر ده موجود عندي باي ديفولت. لما البرسونال بروفايل بتطبق بتاخد كل الفولدرات الموجوده جوه البروفايل بتاعك، سواء الماي دوكمنت او الداونلود او الماي بيكتشر او الماي دوكمنت والكلام ده كله، ما عدا ايه؟ ما عدا فولدر اسمه رومنج. الفولدر ده ما بتقربش منه، بتسيبه على طول على الجهاز، ما بتاخدوش في عمليه البرسونال. برك نفس التكنيك ده بيحصل في رومنج بروفايل العادي بتاع مايكروسوفت. فهل هنا بيسالك هل انت هتاخد الاوبشن ده هتسيبه باي ديفولت زي ما هو؟ فاحنا لو سيبناه كده نوت كونفيجر، معنى كده ان ايه؟ ان باي ديفولت ان الرومنج فولدر ده ما بيتاخدش. هو باي ديفولت ان هو فيه سيتنجز ما فيهاش مش مهمه قوي عندي، فباي ديفولت مش بيتاخد. لكن انا لو عاوز اخده عندي في عمليه السنكرونايزيشن اللي بتحصل بين الكلاينت وبين السيرفر، هعمل انيبل في الحاله ديت، الفولدر ده هيتاخد معايا في عمليه السينك عندي. عندي اوبشن تاني، حته الفايل والفولدر اللي يعمل لهم لود. هو باي ديفولت قلنا ان كل الفايلات الموجوده جوه البروفايل الخاص باليوزر ما عدا الرومنج هتتاخد كوبي على السيرفر في الباص اللي احنا الشير اللي احنا مطبقناه جوه البوليسي دلوقتي. لكن انا لو عاوز دلوقتي عملت اكسكلود لبعض الحاجات، او انا عاوز اضيف بعض الحاجات، يعني انا ممكن هنا على بره خالص كده على مستوى اليوزرز بره كريت فولدر، الفولدر ده عاوز يتاخد مع الرومنج، هو باي ديفولت مش موجود جوه البروفايل بتاعي، فبالتالي مش هيتاخد. فانا هنا لو كريت فولدر على سبيل المثال هنا كده، لازم اروح اضيفه، لو عاوز اضيفه مع اكسترا فولدر هنا عندي، لازم اجي هنا اقول اعمل انيبل واضيف الباص الخاص بالفولدر ده، اقول مكانه فين، سي مثلا نقطتين فوق بعض باك سلاش واسم الفولدر بتاعي. ايه اللي هيحصل؟
هينقل مثلا الفولدر اللي هو اسمه تيست مثلا. باي ديفولت السي على طول كده ما بياخدش الفايلات اللي موجوده على السي، انما بياخد الفايلات اللي موجوده جوه البروفايل. لما اقول له الباس ده معنى كده هياخد الفولدر ده، هو بياخد عمليه البروفايلنج في عمليه البرسونا بروفايل. طيب عند بولس تانية هي عكس البولس اللي قبلها اللي هي خاصة بموضوع بتحدد الفولدرات اللي هي الإضافية اللي تترفع تتحصل لها أبلود على السيرفر. هنا ممكن نعمل إكسكلود لبعض الفولدرات أو الفايلات الموجودة باي ديفولت جوه البروفايل بتاعنا. البروفايل بتاعنا قلنا إن هو بياخد باي ديفولت إيه؟ البروفايل الخاص باليوزر. طب في حاجات مثلا موجودة مثلا كصور أو فيديو أو أفلام موجودة في الماي في بكتشر او الماي فيديو عندي، فانا مش عاوز انقلها عندي لانها ملهاش اهميه وحجمها كبير وهتاخد وقت طويل. فانا هنا ممكن اعمل من الجزء الخاص بالاكسكلود بضيف هنا يا جماعه ايه الاسم الفولدر عندي، لكن انا طبعا اسم الفولدر لازم يكون الباص كامل يعني ديسكتوب او ماي دوكيمنت او سي كذا عشان يكون الاسم يونيك ما يبقاش متكرر عندي، لازم يكون الاسم الباص كامل. لان مثلا هو قلت نيو فولدر بس، ممكن يكون في نيو فولدر جوه الديسك توب، في نيو فولدر جوه الماي دوكيمنت، ونيو فولدر موجوده جوه الماي كاتشر، فلازم اقول الباص كامل ديسك توب على اسم الفولدر او ديسك ماي دوكيمنت على اسم الفولدر بتاعي. الفولدر ده في الحاله دي لو عملت ضفته هنا مش هيحصل له عمليه الابلود عندي، يبقى اكسكلود من عمليه الابلود. اوبشن بعد كده خاصه بموضوع حاجه اسمها ويندوز رومنج بروفايل سينكرونايزيشنز. ايه ده، احنا اتفقنا دلوقتي ان عمليه السينك بتحصل كل دقيقتين باي ديفولت، بيستخدم الفايلات والفولدرات اللي جوه الماي اللي موجوده جوه البروفايل الخاص باليوزرز، ومش هياخد ولا اللوكال ولا هياخد الرومنج عندي، ومش هيمسح اللوكال عندي. طيب كل الكلام ده بيتاخد، البروفايل ده بيتنقل كل وقت معين احنا اتفقنا عليه، لكن في ده اوبشن غريب شويه بيرجعنا لموضوع الرومنج بروفايل الخاص بمايكروسوفت اللي هو ويندوز رومنج بروفايل سينكرونايزيشن. هنا لو انا عاوز افعل خاصيه عمليه السينك اللي بتحصل بين الكلاينت وبين السيرفر او الشير فولدر ده في عمليه لوج اوف ولوج اون، قلنا هي دلوقتي ما بتشتغلش لان احنا شغالين بيرسونال بروفايل. طب انا لو عاوز اشغلها واخلي عمليه السينكرونايزيشن بتتم في عمليه اللوج اوف ولوج اون، هنا اروح اشغل الاوبشن ده. لو انا رحت شغلت الاوبشن ده يا جماعه، حددت الفولدر اللي هيتعمل له سينك في الحاله ديت، يبقى انا الداتا بتاعتي او الفولدرات تحديدا اللي انا حددها هنا اللي هي ممكن تكون البروفايل الخاص باليوزر ككل هيحصل لها عمليه سينك امتى؟ هيحصل لها عمليه سينك في عمليه في اللوج اوف واللوج اون. طبعا هي احنا ملهاش اي لازمه عندنا، لكن بعض الاحيان ممكن نستخدمها في حاله امتى؟ في حاله لو اليوزر اللي هو بيعمل لوجن على الفيرتشوال ماشين بتاعتي ومتطبق عليه البيرسونال بروفايل بوليسي، لو اليوزر ده استخدم الاكونت بتاعه وعمل لوجن على جهاز فيزيكال، طبعا البورس البيرسونال ما بتطبقش على الفيزيكال بي سي، في الحاله ديت الداتا بتاعته مش هتتنقل على الفيزيكال بي سي. في الحاله ديت لازم نعمل انيبل لخاصيه البورس ديت عشان الداتا بتاعته تشتغل بالتكنيك الخاص بالفيزيكال بي سي، وطبعا الفيزيكال بي سي ما بيفهمش الا التكنيك الخاص بالرومنج بروفايل بتاع مايكروسوفت. طبعا لو احنا كل الاجهزه شغاله في دي اي فيرتشوال ومطبقه عند كل اليوزر بيستخدم البروفايل بتاعه داخل الفيرتشوال ماشين ديت، مش هنحتاج السينكرونيزيشن ده في اي شيء. عندنا برك بقيه الاوبشنز، هل انا دلوقتي عاوز اعمل اكسكلود لبعض الفايلات من الرومنج او اضيفها؟ هل انا دلوقتي عاوز اعمل موضوع الانيبل باك جراوند داونلود فور لابتوب، وعندي حاجه تانية فولدر باك جراوند داونلود؟ الاثنين اوبشن دول رائعين جدا في ناحيه ايه؟ في ناحيه ان انا دلوقتي اليوزرز هيعمل لوجن من الجهاز بتاعه سواء لابتوب او بي سي، هم مركزين على لابتوب لان الكونكشن بتاعه بيكون ابطا. في بعض مثلا الداتا اللي موجوده على السيرفر في داتا محدثه عاوزه تتنقل على اللابتوب، او انا طبقت عليه مثلا حاجه زي الزين اب. الزين اب ده عباره عن ايه؟ عباره عن بورتابل ابلكيشنز ان انا هطبقها ان اليوزر ده هيستخدمها عنده لوكال على الماشين بتاعته الفيرشوال. فاللي بيحصل للزين اب ان هو عباره عن بورتابل ابلكيشن بتنقل نسخه منه من السيرفر
على الجهاز بتاع الفيرتشوال ماشين ده، فبيحصل عملية كوبي. فطبعا عملية الكوبي دي بتطبق وهو بيعمل لوج ان، ده مش بروفايل او حاجة، لا ديت عملية كوبي للداتا. طيب انا دلوقتي وانا لسه داخل بعمل لوجن، فاللوجن ده بياخد وقت عندي شوية لو انا هعمل داون لود للداتا بتاعتي دي. فاحنا عندنا هنا اوبشن، لو عملت له انيبل هيحصل ايه؟ هيحصل ان الجهاز هيحصل عملية لوجن عادي خاص بيه تماما، وبعد ما بيعمل لوجن الداتا بتتنقل في الباك جراوند، يعني بيحصل عملية داون لود كده للداتا الابديت او البورتابل ابلكيشن اللي احنا طبقناها على الماشين ديت، وبتتنقل عندي في الباك جراوند. ووقت ما تخلص بيبعت لي رساله، بتظهر لي رساله كده بوب اب بيقول لي ان داون لود ده خلص عندك، وتقدر تفتح الابلكيشنز البورتابل اللي اتطبقت عليه. ده جزء مهم جدا جدا عندي. برك حته مهمه برك، ده لو احنا لابتوب او حاجه. طيب في لو احدد اقدر من هنا احدد فولدرات معينه تحصل لها عمليه داون لود عنده، لاحظوا ان هو بيركز اصلا على الزين انستول والزين اب والكلام ده، او اي فولدرات مثلا فيها ميديا. الميديا ديت انا مش عاوز اعمل لها سينك عندي ولا حاجه، انما انا حتى لو يحصل لها عمليه سينك تحصل بعد ما عمل لوجن بفتره، ويحصل تعمل ترانسفير ليها في الباك جراوند عندي. فهنا بقدر احدد حتى الباص بتاع الفولدر اللي فيه الابلكيشن داتا او البورتابل ابلكيشنز اللي يحصل لها عمليه داون لود جوه الفيرشوال ماشين بتاعتي في الباك جراوند، وبعد ما تنتهي بيجيب لي رساله ويقول لي ان العمليه ديت انتهت عندك. هنا حتى اقدر اعمل اكسكلود لفولدر معين في داتا ان يحصل لها عمليه ترانسفير في الباك جراوند بتاعتي. هنا يا جماعه لما يحصل عمليه ترانسفير هنا بتحصل في الباك جراوند، فانا ما بشوفش هو ايه الحجم الداتا اللي بتتنقل، وايه الوقت اللي فاضل فيها، او ايه سرعه النقل. عشان يظهر قدامي كده على ديسك توب جزء كده بيقول لي ان في حجم الداتا بتتنقل وفاضل قد ايه واتنقل منها قد ايه، عشان اعرف هو العمليه هتنتهي امتى. لان احنا هنا يا جماعه لو انت بتعمل عمليه نقل وقفلت بيحصل، ممكن يحصل كوربشن في الداتا اللي بتتنقل. فعشان يظهر قدامي ان فاضل قد ايه من الداتا اللي اتنقلت وتظهر لغايه ما تنتهي، فانا هنا عندي اوبشن في الديسك توب يو اي اقدر اعمل هنا حاجه اسمها ايه، شو بروجريس ويندو لود لارج فايل. يعني لما يكون عندك فايل كبير شويه اكبر من حجمه معين احنا بندخله هنا، مثلا اكبر من 5 ميجا، وبيحصل له عمليه ترانسفير، بيظهر لي كده شريط في على الديسك توب بيقول لي فيه ان فاضل قد ايه من 5 ميجا ده او غيره. ماشي، فبنعمل الاوبشن ده عندي. نرجع للبولسي تاني. في اخر بولسي عندي يا جماعه حاجه اسمها اكسكلود بروسيس. اكسكلود بروسيس حاجه رائعه جدا مش موجوده عندنا في مايكروسوفت باي ديفولت. ليه؟ عباره عن ايه؟ عباره ان انا وانا بعمل لوجن، فانا دلوقتي عاوز اوفر كل الجهد بتاعي في عمليه الترانسفير او غيرها، او عاوز اسرع عمليه اللوجن عندي، او انا كل فتره اما اعمل سينك بعد دقيقتين مثلا من اللوجن بتاعي بيحصل عمليه ترانسفير للداتا باك جراوند او قدامي. في بعض السيرفيس او بعض الابلكيشنز شغاله في الباك جراوند عندي، فانا عاوز اوقف السيرفيس ديت او اوقف البروسيس ده لغايه عمليه الترانسفير ما تنتهي عندي. وتحديدا بمعنى اوضح عشان ما نلخبطش، الاوبشن ده معمول للانتي فايروس من الاخر. ليه؟ هو الانتي فايروس باي ديفولت هو اوتو راننج عندي في اي داتا بيحصل لها ترانسفير في الباك جراوند في اللي قدامنا بيحصل لها عمليه سكان. فطبعا انا مش عاوز اعمل سكان للداتا اللي بتعدي عندي او بتحصل لها ترانسفير، لانها جايه من سيرفر وانا ضامن ان هي بتكون مؤمنه. فانا بعمل ايه؟ باجي هنا في شو وبكتب اسم البروسيس او اسم السيرفيس الخاص اللي انا عاوز اوقفها، يبقى مثلا انت فيروس دوت اكس اي، طبعا على حسب اسم الانت فيروس والبروسيس بتاعتنا اللي بتشتغل عندي. لو طبعا عاوز تجيب اسمها بالظبط افتح هنا كده وهات الجزء الخاص بروسيس ده يا جماعه. ايه بروسيس؟ يعني طبعا اسم الابلكيشن حاجه واسم البروسيس حاجه تانيه عندي. فبجيب الاسم ده واضيفه فين؟ بضيفه هنا. يبقى دلوقتي لما الويندوز يحصل له ستارت اب بيوقف السيرفيس ديت لغايه لما تتنهي عمليه الترانسفير الخاصه بالداتا عندي بين الكلاينت وبين السيرفر عندنا. ديت ايه؟ ده البورصه الخاصه بالبورصه بروفايل. طيب لو عاوزين نشوف دلوقتي البورصه اتطبقت ولا لا، طبعا احنا حددنا ايه؟ حددنا ان كل دقيقتين هيحصل عمليه ترانسفير للداتا بين الكلاينت وبين السيرفر. فين الباص اللي هيتعمل فيه؟ الباص هيتعمل هنا على اسم اليوزرز اللي هو داخل بيه الكاريت فولدر بالاسم ده،
وسيبنا باي ديفولت بقيه الاوبشنز باي ديفولت زي ما هي. فده معناه ايه؟ معناه ان هو يروح ياخد البروفايل الخاص باليوزر بس، يتنقل عندنا على السيرفر في الفولدر اللي احنا حددناه. وحددت طبعا حته مهمه جدا، ان لو الفايل ده اكبر من 5 ميجا هيظهر لي كده في شاشه على الديسكتوب بيقول لي ان في داتا هتتنقل عندك اكتر من 5 ميجا، فاضل فيها قد ايه؟ ما خصش. هنا بارك لو في حاجه، لو في اي اوبشن او ايرور حصل ممكن اقول له انيبل، ان يظهر لي الشاشه كده اليرت ان في مشكله عندك. لو عاوز اظهر الاوفلاين فايل، الاوفلاين فايل ده لو انا هبصم نفسي عن النتورك وهشتغل لوكال للبروفايل بتاعي، لو في اي اوفلاين فايل عاوز اظهر الاوبشن بتاعته تبقى موجوده. لا طبعا دي مهمه في عمليه الريدايركت، مش مهمه في موضوع الرومنج بروفايل. طيب دلوقتي طبقت البوليسي، عاوز اروح اعمل جي بي ابديت على السيرفر الدومين. ونفس الموضوع برايك هروح اعمل جي بي ابديت على اجهزه الكلاينت طبعا، لان البوليسي دي بتطبق من على مستوى الكمبيوتر كونفيجريشنز، ف عشان تعمل تسريع لعمليه التطبيق البوليسي ديت، فانت تعمل لوجن اول مره على الاجهزه ديت وتعمل لها جي بي ابديت على فورس، وبتحتاج تعمل ريستارت مره واحده عشان يطبق البوليسي ديت، عشان يبقى الوقت ما ناخدش وقت طويل في عمليه الابديتنج، لانها ممكن تاخد اكتر من ساعه الا ربع في الابديت اللي هو باي ديفولت لو سيبناها لوحدها كده. فعشان تسرع الموضوع ده هتعمل جي بي ابديت على فورس وتعمل ريستارت للماشينز الفيرشوال عندك. هنعمل لوجن دلوقتي بيوزر 1 على الماشين الخاصة بيه في البول اللي اسمها لينكد. هو طبعا اليوزر ده عملناه في الدرس اللي فات، شغال في بول من نوع لينكد مود. اليوزر ده لو تلاحظوا عنده يا جماعة عنده فايل وليكن اسمه داتا موجود على الديسكتوب بتاعه، وممكن مثلا في الماي في البيكتشر عنده مثلا صورة اسمها ماي فوتو. دي الداتا اللي موجودة عنده، طبعا ممكن يكون عنده ايميل اي حاجة موجودة تانية عندنا. طبعا عشان اسرع عملية الابديت هعمل هنا جي بي ابديت على فورس، وهعمل عملية ريستارت. نفس الموضوع ده هروح في الجهاز التاني هعمل لوجن بيوزر 2 على الماشينز التانية. اليوزر ده بره كان عنده داتا على الديسك توب اسمها تيست وغيره. اليوزر ده هنعمل بره جي بي ابديت وهنعمل له ريستارت بعد ما ننتهي الجي بي ابديت. ده كله بهدف تسريع عملية الابديت عندي. لما افتح لسه الفولدر بروفايل اللي هو الشير ده اللي انا عامله، لاحظوا لسه ما اتطبقش اي حاجة عندي. ليه؟ ان لسه البوليسي ما اتطبقتش. بعد ما تنتهي عملية الريستارت الخاص بالماشينز ويعمل ابلاي للبوليسي عندي، ممكن تتأخر بعض الشيء ما تستعجلوش. أول مرة اليوزر هيعمل لوجن على الماشين هيحصل إيه؟ هيكريت فولدر باسم اليوزر، وليكن مثلا يوزر 1 أو يوزر 2 أو غيره. كل يوزر باسم لوجن اليوزر نيم بتاعه اللي داخل بيه هيكريت فولدر هنا باسمه. جوه الفولدر ده هيكريت بقية الفولدرات اللي هي زي إيه؟ زي الديسكتوب والماي دوكيمنت والأبلكيشن داتا والكلام ده كله. لكنه بالفعل مش كل الفولدرات اللي هتتكريت دي بتبقى فاضية. لكن هتتملي امتى او الداتا الفعليه هتتنقل من اليوزر للبروفايل اللي موجود على الشير ده امتى؟ بعد المده اللي احنا محددينها، وهي على سبيل المثال كل دقيقتين هيحصل عمليه الابديت الخاصه بالداتا عندنا وتتنقل عندنا. نتنقل الجهاز الاولاني نشوف كده بعد عمل عمليه ريستارت.
ده اللي هو يوزر 1. اليوزر ده حصل دلوقتي عملية لوجن. لما اتنقل دلوقتي على الفولدر الشير واشوف دلوقتي ايه اللي حصل في فولدر الشير عندي، افتح البروفايل الاقي ايه؟ الاقي فولدر دلوقتي يوزر 1 اتكريت له فولدر عندي. طبعا ما اقدرش اشوف باي ديفولت الفولدر ده لان هو بيكون الاونر الخاص باليوزرز اللي هو يوزر 1 ده الاونر بتاع الفولدر، حتى لو انا نسيته ما اقدرش افتحه الا اذا كنت رحت غيرت الاونر او ضفت نفسي ببرميشن. طيب عشان نشوف الداتا اللي حطها دلوقتي جوه البروفايل الموجود على الشير ده، بروح افتح اليوزر نفسه، افتح الباص بتاع الشير، الاقي الفولدر بتاعه طبعا هو يقدر يفتحه بكل سهولة. الاقي ايه يا جماعة؟ الاقي فاضي لسه. ليه هو فاضي؟ لان هو كريت الفولدر بس، لكن امتى عملية الفولدر التانية هتنقل؟ بعد دقيقتين من عملية اللوجن عندنا. انا قلت له كل دقيقتين روح اعمل ابديت، فاول عملية ابديت هتحصل هينقل الداتا بتاعته هنا عندي. فهننتظر دقيقتين هتلاقي الداتا اتنقلت تاني. لغاية ما ننتظر دقيقتين هروح اعمل لوجن بيوزر 2 عندي عشان نشوف برضك هو هيروح يكريت فولدر دلوقتي ليه جوه البروفايل عندي. يعني لو شغلت كده في الباك جراوند اهوت، لاحظوا ده هيحصل بعد اعمل لوجن بيوزر 2. هتلاقوا اسم اليوزر يوزر 1 او يوزر 2، طبعا ده اسم اللوجن نيم بتاعنا، دوت فيرجن 1 او فيرجن 2. فيرجن 1 ده يا جماعه لو اليوزر، لو الويندوز اللي احنا داخلين عليه ويندوز اكس بي هتلاقي فيرجن 1 ده البروفايل يعني فيرجن 1، لكن لو هو شغال ويندوز 7 او ويندوز فيستا هتلاقي فيرجن 2. هي مش فارقه معانا قوي جوه البرسونا في حاجه، لكن ده تكنيك خاص بمايكروسوفت. لاحظ دلوقتي اليوزر هيعمل لوجن، خلال ثواني هتلاقي فيه بروفايل اتكريت عندي، لكن طبعا البروفايل ده لسه حتى الان فاضي، مش هيبدا عمليه السينك الداتا مثلا زي التيست او اي فايلات موجوده جوه البروفايل، مش هتنقل جوه الفولدر ده الا بعد دقيقتين عندي. فدلوقتي حتى لو رحت فتحته طبعا هو ما يقدرش يفتح البروفايل الخاص بزميل ليه، لان ده طبعا ده عملية خصوصية محدش يقدر يفتح فايلات بتاع حد تاني، لكن لما يفتح البروفايل بتاعه يقدر يفتحه. لكن طبعا لاحظوا ايه؟ لسه ما اتنقلش في حاجة، خلال دقيقتين هيحصل عملية النقل. طب لو رجعت كده ليوزر 1 ونشوف هل في داتا اتنقلت دلوقتي عنده ولا لا لسه، ده مين؟ ده يوزر 1 يا جماعة اهوت. ايه اللي حصل؟ بصوا كده لما ارجع كده يوزر 1 اهوت، كنا من ثواني لسه ما كانش في اي حاجة اتنقلت، دلوقتي يا جماعة كل الفايلات بتاعته اتنقلت. تأكيد على ذلك افتح الديسك توب مثلا كده هتلاقي الداتا بتاعته اهي. فبعد دقيقتين ايه اللي حصل؟ اتنقل الداتا بتاعتنا. كل دقيقتين هيحصل الموضوع ده، هياخد نسخة من الداتا الموجودة عنده وينقلها على السيرفر عندنا. ممكن يحصل عكس، لو انا حطيت الداتا على السيرفر وقلت له انقلها على الكلاينت هيحصل العملية دي عندي برضه. فكل وقت معين على حسب ما احنا محددين هيتنقل الداتا، فكده بيغنيني عن المشكله الكبيره اللي كانت بتحصل في عمليه اللوجن واللوج اوف الخاصه بالرومنج باي ديفولت، ان الداتا كانت بتتنقل واليوزرز بيعملوا لوج ان او لوج اوف على الماشين، فكان بياخد وقت طويل في عمليه اللوج اوف واللوج ان وبيسبب لي مشاكل كتير. اما هنا هو بيعمل لوج اوف عادي او لوج ان عادي بالداتا الموجوده عنده، وبعد كده بين عمليه سينك بين السيرفر وبين الماشينز بتاعته كل فتره على حسب الوقت اللي احنا محددينه. لو هنرجع دلوقتي للكلاينت 2 ونشوف بدأ عمل داتا تنقل الداتا بتاعته ولا لأ، لسه الداتا بتاعته ما اتنقلتش، هننتظر لسه بقيت دقيقتين هنلاقي الداتا بتاعته هتتنقل عندنا. طيب ده نقطة لغاية ما يتنقل الداتا، احنا اتفقنا ان باي ديفولت الادمنستريتور ما يقدرش يضيف يفتح الفولدر ده، لاحظ ان هو ما يقدرش يأكسسه وجايب ان هو 0 بايت. ليه؟ لان هو باي ديفولت بيبقى الاونر هو عباره عن اسم اليوزرز اللي هو بيبقى ليه بيرميشن عليه اللي هو يوزر 1. لو انا دلوقتي رحت غيرت الاونر مثلا، طبعا ده مش شكل صحيح ان انت تغير الاونر بتاع اليوزر، هنقول له نضيف يوزر 1
يبقى ليه بيرميشن، انا وهو ليه بيرميشن على الفولدر ده عشان اقدر اكسسه واشوف ايه الداتا اللي موجوده جواه. ممكن اطبق البولس ديفولت دلوقتي، انا اقدر اكسس الفولدر ده واشوف ايه اللي جواه، وورك اليوزر يقدر اكسسه ويشوف ايه اللي جواه. عندنا اقدر اشوف الداتا الموجوده عنده. طيب ليه انا بعمل الكلام ده يا جماعه؟ انا عامل عاوزين نشوف حاجه ليه لما يحصل عمليه سينك بين الكلاينت وبين السيرفر، ويبقى مثلا انا هبعت للكلاينت ده داتا معينه او برنامج معين، البرنامج ده على سبيل المثال حجمه كبير اكتر من ايه، اكتر من 5 ميجا اللي انا عملتها، فهيحصل ايه؟ مفترض الداتا دي بتتنقل في الباك جراوند، لكن انا عملت اوبشن ان هو لو اكتر من 5 ميجا هيظهر كده على الشاشه رساله بتقول له ان الداتا دي بتتنقل دلوقتي وفاضل منها قد ايه وهكذا. فعشان كده انا الداتا دي هنقلها مثلا عند الديسك توب عنده، ده طبعا على الفولدر شير، وليكن على سبيل المثال عشان فايل كده نقدر نلاحظ حجمه، الفايل ده مثلا 120 ميجا، فعشان ياخد وقت اهوت احطه فين؟ احطه كوبي كده جوه البروفايل موجود على الشير، طبعا لسه ما اتنقلش عند الكلاينت. طب يتنقل امتى؟ كل دقيقتين عندي. ده في مين؟ ده يا جماعة في البروفايل الخاص باليوزر 1 على الديسك توب. اوكي، هروح دلوقتي اليوزر 1 ده، لاحظوا يوزر 2 دلوقتي يا جماعة ايه؟ كاريت الفايلات بتاعته اتنقلت دلوقتي. اروح اليوزر 1، يوزر 1 ما عندوش اي حاجة على الديسك توب. دلوقتي بيتنقل يا جماعة، بيبدأ عملية النقل عندي دلوقتي. لاحظوا الفولدر مش قادر اكسسه، ليه؟ لان لسه في الباك جراوند. ابص هو ايه اللي حصل لما حاولت افتحه، قال لي ايه؟ الفايل ده بيحصل له عملية داونلود في البروجريس، وفضل قد ايه؟ بيتنقل اهو 60 ميجا من كام؟ من 117 ميجا. اوكي، لما ينتهي ايه اللي يحصل؟ هيقول لي فاضل قد ايه؟ لو عايز اعمل لغاية الرسالة دي هتحمل. طبعا انا مش قادر اسطب البرنامج ده هنا، لكن شفنا دلوقتي ايه؟ شفنا ان الفايل بيظهر عندي وهو شغال في الباك جراوند، لكن لانه حجمه اكتر من 5 ميجا انقل اي فايل هيحصل له ترانسفير في اكتر من حجم من 5 ميجا، يظهر لي رساله كده تقول لي فاضل فيه قد ايه في عمليه الترانسفير. ما يخفيش عن المعلومه ديت، لان انا ممكن ما احسش ان في عمليه ترانسفير بتحصل واعمل شت داون للجهاز او اعمل ريستارت ويحصل كوربشن في الداتا اللي بتمر. حبيت اقول لكم النقطه ديت لانها في غايه الاهميه عندنا في الحياه العمليه. يبقى شفنا دلوقتي ازاي اليوزر بيكريت البروفايل بتاعه كل دقيقتين بيحصل عمليه سينك بين الكلاينت وبين السيرفر زي ما شفنا دلوقتي. شفنا ازاي نقدر نضيف البولس اللي عندنا جوه الجروب بولس الخاصة بينا من خلال ملف الـ ADM الموجود جوه الـ View Connection Server، زي كريتنا فولدر الشير وعملنا الفولدر اللي بيرميشن اليوزر يقدر يأكسسه عليه، وعدلنا البوليسي اللي تقدر تحدد الفولدر الشير وكل قد ايه الداتا دي تتنقل بين الكلاينت وبين الفولدر الشير الموجود عندنا، وشفنا بقية الاوبشن ان انا ممكن اعمل اكسكلود او انكلود لبعض الفايلات اللي حصل لها عملية ترانسفير، او الفولدرات اللي حصل لها عملية ترانسفير او اللي ما تعملش ليها عملية ترانسفير عندي. بكده يا جماعة بيكون وضحنا الجزء الخاص بالبرسونال بروفايل. البرسونال بروفايل جزء في غاية الأهمية جدا. أنا دلوقتي أعتبر انتهيت من جزء لينكد كلون، اللي هو لينكد كلون اللي ذات كريتو، والجزء الخاص بالمينتيننس اللي هو خاص بالريفريش وريكومبوز، والجزء الخاص بالبرسونال بروفايل. التلات دروس دلوقتي يا جماعة أهم تلات دروس في الكورس كله. اللي مش هيقدر يفهمه يعني اكيد ما فهمش الكورس ده، ولازم اي حد عاوز يشتغل في تكنولوجيا الفي دي اي بغض النظر عن التكنيك بتاعها، سواء في ام وير فيو او سواء هايبر في دي اي او سواء زين ديسك توب الخاص بشركه سيتريكس، التكنيك ده موجود عند الثلاثه ولازم تفهمه جدا، لان انت لو ما فهمتوش مش هتشتغل، مش هتستفاد باهم خصائص الفي دي اي تكنولوجي عندنا. فانت في اي شركه هتقدم فيها هيسألك في الموضوع ده، فأي شركة أنت شغال فيها عاوز تطبق التكنولوجيا دي، التكنولوجيا دي هي اللي هتساعدك جدا جدا جدا. الجزء اللي احنا شرحناه عندنا في الثلاث دروس اللي فاتوا دلوقتي، فعشان كده عاوز كل الناس تطبق الكلام ده بشكل صحيح بالستيبس اسلوب صحيح، وتركز فيها قوي جدا 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 عندنا يا جماعة. متشكر جدا لحسن سماعكم، ولو في أي أسئلة ممكن تبعتها لي
من خلال السايت عندي vmman.me في قسم خاص بجزء خاص بالأنصر اللي هو answer.vmman.me لو في أي حد عنده أسئلة في الموضوع ده عندنا. متشكر جدا يا جماعة لحسن استماعكم، كان معكم مهندس خالد اليوسف.